حياكم الله معنا في حلقة جديدة من فقرة كلام اليوم. يا هلا ويا مرحبا باللي نورونا وشرفونا اليوم من الزملاء المتسابقين خالد الحجري، وحضر معنا دغش بن سعيد، وحضر معنا مصعب. كنترول، حط الكاميرا كذا، حطها في السقف، حط الكاميرا في السقف. خلاص انا تعبت متسابقين، حطها في السقف. لا في السقف هنا، حطها على علي، حطها على علي، لا عاد ترجع من عندي لين يقوم مساعد. حطها على علي. اسعد الله صباح علي. صباح الخير، تفضل. صباح الخير. صبح يا ابو محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي المرسلين محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم ما بعد كم الحلقة عندك انت وعلي؟ اسال الله تعالى لكم التوفيق والسداد في هذا اليوم الجديد معي انا وضيوف النقاد. حياك الله ابو سالم. الله يبقيك ويسلمك. يا مرحبا. مرحبا ومسهلا، نورتنا. يا هلا والله. كيف شفت اليوم بشكل عام ابو سالم؟ اوه، مع عودة المتسابقين اليوم وجولات المتسابقين، كل واحد يغردون، كل واحد بس شيء غريب صراحة. في ناس يصورون ناس ما يحط له منشن، واحد يحط له منشن. صح، حتى مصعب رجع يا اخوان. ايه رجع. ايش قال في دورت ابرد من سلامك وعيد؟ لا، احب راس اليابسي بعد البيت. اليابسي كان وده يدف شوي بس يعني دارك الموقف. طيب، تذكر انه في. حياك الله ودخيل الله. صباح الخير عليك وعلى الساده المشاهدين. لو سمحت ما تعطينا، انا ما ابغى اشوفني. ايوه، كلوز على ابو دعيرم ونقول كاميرا عليك. الحلقه عندكم اليوم. ايه، وصباح الخير عليك وعلى الساده المشاهدين. متسابقين ما ندري والله. يوم سعيد علينا وعليكم، اللهم لك الحمد. في ليله مختلفه في عوده دغشينه و الله مصعبينه وبلبنينه. طيب. نرحب. ايوه، ترحيب. أيوة. خاص رائع، لايك جميل. الله. الذي ضحك عليه زياد الشهري ولعب عليه وخلاه يتحاكى عليه. النابغه الرائع المتفرد النابغه اللبني لله دره. عطى، انا احتاج اللبغه في الكمش الروم. بما اني مدير الحلقه اليوم، عطى النابغه في الكمش الروم يا اخوان. عشان يطلع صوتك ابو سالم، توقعاتك الأحداث القادمة في الأيام القادمة من حيث المتسابقين الجدد. الله، مع العلم إنه في معنى قدر ضغط الآن في اسكت يا علي. أنا مقدمة فقط. مع العلم إن عنوان هذه الرجعة دورت أبرد من سلامك وعينت، إن وجهك أبرد من سلامك علينا. علق على هذه الأحداث. الله إن شاء الله أن العودة هذه يسقطوا ويطيحوا فيها الحطب. يحتر الوجه، يطيحوا فيها الحطب إن شاء الله. إن شاء الله الوجه وتعود المياه المجاريها وتحتر الوجه. خلاص، خلاص البرنامج. اتوقع ان الكلام تحصل الدقشات الشعريه هذه وبسيطه، ممكن تجاوزها طال عمرك بكلمه انا اسف. ولا انا حلو. هل ترى ان انا اعتذر تطمس بيت أنا آسف. هجائي شعري انا اسف. لا. انا اعتذر او بلغات اخرى اي ام سوري. انا اعتذر، لا بس انا اسف. ايه، تطمس البيت الشعري. طيب اي ام سوري. اي ام سوري دلاله في اللغه العربيه اعمق. انا اعتذر. تبغى العمق في اللغه. اي انا اعتذر. ما تكفي، بس انا اسف شعوريه. شعوريه. يعني انت تتوقع ايام هادئه وجميله ختاميه؟ اكيد ان شاء الله. طيب ابو دخيل الله، تفضل. ابو فهد تقدر تشارك معنا عن بعد ترى. انا ما ابغى حتى لو بالصوت. طيب انا بشارك بالصوت وانتم مثلوا. خلاص خلاص يلا. طيب كنترول تسمعني؟ الصوت واضح كنترول؟ هل تسمعني؟ طب حلو، تمام. يعني باشر لكم وافهموا، تمام. خلكم على فهد، دقنا لهنا. واضح الصوت؟ ايه، قولها يلا بسرعه. موجودين هم صح؟ غرقان. غرقان. تمام. لا عشان ما يقرب عليك. اي تمام إيه. عشان الشباب بس يكملون. وطبعا مساعد دخل معنا في اللوكيشن بناء على رغبته الخاصه. فعشان كذا انا تقديرا لرغبه زملائه قالوا لمساعد، يا مساعد انت تتنطط في اللوكيشنات وتتنطط عند المقدمين، يا مساعد لا تروح لهم. فقالوا المقدمين ايوه يطلبون مني سلام شاهي وعشان ادخل عليهم في الحلقه. مين المقدم اللي قد شرب شاهي في حلقته الا فقره كلام اليوم؟ صح. مين؟ فعشان كذا اليوم احنا ما طلبنا من مساعد انه يجي. خلوني ارد. فمساعد يجي. لا تحط الكاميرا عليه. لا 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 ترد في ساعه. ابو دخيل الله حبيبي، الله يحفظك. تفضل. ما رايك يا ابو دخيل الله؟ سؤال، هل فيصل هدلان رجع؟ فيصل هدلان باقي ما رجع. ما رجع ان شاء الله. ما يرجع. لا ممكن يرجع غدا او بعد غد، بس مستغرب التاخير هذا. هل ما له شغل؟ عبد الله الزهراني يرجع؟ عبد الله الزهراني والله توقعت اليوم يرجع، بس ليش تاخر ما ادري. ما اكثر واحد هو من يرجع رجع دغش وابو لبن ومصعب وخالد الحجري
حمد المري ما رجع؟ الأربعة هذول حمد لا ما رجع. أنا نفسي في شغلة، هل الإدارة سمعت فيصل بن عويد ما رجع؟ ولا راح يرجع؟ فيصل مراجع. أنا أقول هل الإدارة سمعت الاقتراح اللي عندنا وقالت خلاص كل يوم يومين أربع أشخاص؟ ممكن. ولا بتخليهم دفعة واحدة وبتخليهم على دفع ويلا عيشوا مع بعض؟ الحين هو الكلام ممكن تحطه في احتمالات إذا بينامون المتسابقين هني بيقعدون بالغرية ولا بيطلعون؟ لا لا بيجي ينامون. بينامون إيه. بينامون. توقع بيجون على دفعات. على دفعات يعني. يعني ممكن بكرة ثلاثة ثانيين وبعده ثلاثة. إيه لين. علي. لين اللي أحس إن اللي دخلوا اليوم جروب. عرفت؟ إيه. جروب مع بعض. آه في جروبات بتدخل. إيه. طيب بكرة جروب. طيب علي. كيف؟ اليوم بالعكس أكثر ناس هو الجروب التائه. طيب علي. استحيكم مع بعض. كيف رأيت استقبال الشباب مرة جميل للعين. أولهم نظرات حسين العبان نواف السند في برضو كذلك تعابير الجميلة منورين منور خالد حجري لبس ثلاث ثياب في يوم واحد